أهلا بكم من جديد. شهر مايو الذي نحن اليوم نختم هذا الشهر هو شهر التوعية بالسكتة الدماغية. إلى أي حد مهمة السكتة الدماغية حتى يتم تخصيص شهر كامل لها؟ تماما مثل أمراض أخرى، لأنه في أمراض خصص لها يوم مثلا. صح. معنا على الهواء الدكتور شريف الكندي، وهو دكتور أعصاب. صباح الخير دكتور شريف. عرف لنا يعني ببساطة ما هي السكتة الدماغية وأهمية إلى الحد الذي خصص لها شهر كامل من أجل التوعية فيها. السكتة الدماغية طبعا هي تعرفها أن هي عبارة عن موت بعض الخلايا داخل المخ، فده بيأثر طبعا على المريض، بيفقد القدرة على التحكم في جزء من جسمه، بإيده ورجله، في صعوبة في الكلام، صعوبة في الرؤية، على حسب طبعا المكان اللي حصلت فيه الإصابة. وهو بينقسم إلى نوعين، نوع اللي هو الأشهر اللي هو الجلطات الدماغية اللي هو بيبقى نتيجة انسداد في إحدى الشرايين أو الأوردة اللي بتغذي المنطقة ديت، ونوع تاني اللي هو النزيف اللي في المخ بيبقى برضو نزيف في منطقة بتؤدي إلى موت الخلايا وبتؤدي إلى أعراض شبيهة، بس بتكون الأعراض أقوى شوية طبعا. دكتور، نعرف بأنه السكتة الدماغية قد تحدث لأي شخص، ولكن هل يمكن أن تحدث لأي عمر؟ يعني نحن نعلم بأنها غير شائعة لربما لدى الأشخاص دون سن 40 سنة، ولكن مؤخرا نسمع الكثير من الأخبار والتقارير التي تتحدث عن أنه شباب بعمر الورد يصابون بسكتة دماغية. بالضبط طبعا، إن هي طبعا شائعة أكتر في السن الكبير، الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والكوليسترول والقصص دي كلها، لكن طبعا وارد ان هي تيجي في السن الصغير، بالذات حالات النزيف اللي هي بتبقى نتيجة انفجار بعض التمددات الوعائية اللي جوه المخ فبتؤدي الى نزيف في المخ، او بعض الناس بقى اللي بيجي لهم كمان جلطات في سن صغير اللي هم بيبقى عندهم زي امراض وراثية لها علاقة بتجلط الدم، بيبقى الدم بتاعهم بيتجلط بسهولة، فبيبقى عرضة اكتر حتى في السن الصغير اقل من 40، بنشوف حالات كتيرة بيجيلهم حالات جلطات متكررة. طيب هل هناك أكلات معينة، هل هناك أشياء، ظروف معينة، ربما توتر، قلة نوم، قد تؤدي إلى زيادة نسبة إصابة السكتة الدماغية عند الشخص، أم أنه الموضوع عامل وراثي؟ لا، العامل الوراثي ده عامل من ضمن العوامل طبعا، بس طبعا العامل اللايف ستايل زي ما خلينا بنقول، سواء الاكل او الاسترس او طريقه النوم، النوع الماكولات او نوع المشروبات اللي المريض بيستخدمها، كل ده طبعا بيأثر بشكل كبير. التعرض للحراره بشكل مستمر، عدم شرب سوائل كفايه بالذات فتره الصيف وبالذات في العيانين الكبار السن، كل ده طبعا بيزيد من احتمالية حدوث جلطات، ان هو بيزيد من لزوجة الدم وبيخلي العيان مهيئ اكثر ان هو يحصل له جلطات في المخ طبعا. دكتور، هل علاقة جنس الشخص في ذلك؟ يعني انا ذات مرة قرأت بانه الرجال يتعرضون للسكتات الدماغية اكثر من السيدات، والسيدات ان تعرضت للسكتة الدماغية تكون بعمر اكبر من الرجال، هل هذا صحيح؟ نسبيا الرجال عرضة اكتر، يعني الامراض معظمها اللي هي ليها علاقة بالستريس والقصص دي بيبقى ليها نسبة اكتر او بتبقى بريفيلد اكتر في الرجال اكتر منها في الستات. الرجالة بيتعصبوا بسرعة، الستريس عندهم عالي، مع العصبية الزايدة دي ممكن ضغطهم يعلى، ممكن يحصل لا قدر الله نزيف، تحصل جلطة، فهم عرضة اكتر بحكم اللايف ستايل وحكم الطبيعة البشرية ان هم بيجي لهم النوع ده من الامراض اكتر طبعا من الستات. الدكتور شريف، على العكس، هل الشخص الذي يكتم غضبه ويكظم غيظه ايضا قد يكون عرضة؟ لا، بنسبة أقل. ممكن يبقى عرضة لحاجات تانية ليها علاقة بقى بالأمراض الاكتئاب والقصص دي، لكن كقصة الجلطات الدماغية والحاجات اللي ليها العلاقة بالأوعية الدموية اللي جوه المخ بتبقى يعني أكتر نسبتها مع العيان اللي هو بيفجر يعني العصبيته أو مشاكله بشكل إكسبلوزيف أكتر خلينا بنقول، أو بشكل جهوري أكتر. لكن الشخص اللي بيكتم عادة بيبقى شخص هادي شوية، ممكن هيميل يبقى عنده أمراض تانية نفسية أكتر، لكن مش هيأثر في حتة الجلطات أو حتة نزيف المخ بشكل كبير. قد يتسبب هو في ذلك للآخر على مبدأ أنه في ناس ممكن يستفزه فعلا.
طيب دكتور، دعنا نتحدث عن تشخيص الإصابة. إذا كنت أنا لا قدر الله جالسة مع شخص مثلا معين وشعرت بأنه هو تغير أو أصبح لديه بعض التصرفات أو السلوكيات أو الحركات غير الطبيعية، دائما ما نتذكر كلمة فاست كما يقول لنا الأطباء، اللي هي كل حرف من هذه الكلمة لها تعبير أو لها تشخيص. F مثلا من فيس، إنه إذا كان هناك ارتخاء في الوجه، الذراعين، الكلام، مشكلة في الكلام، مثل هذه الأمور التي قد تحدث للشخص، ماذا يجب أن أتصرف؟ كيف يجب أن أتصرف حتى أنقذ حياة هذا الشخص؟ الوقت هنا عامل مهم جدا، عشان كده احنا عاملين شهر التوعية ده، فعلا هو يعني الموضوع يستاهل فعلا الشهر التوعية، لأن فعلا عامل الوقت هنا مهم جدا. يعني كل ما اكتشفنا بدري أو كل ما عرفنا نتكلم على طول خط الإسعاف أو الخط الساخن، وبيبقى فيه خطوط مخصوصة للجلطات الدماغية والسكتات الدماغية، لأن بيبقى ليهم زي تيم وبروتوكول معين في الشغل أول ما العيان بيوصل للمستشفى. لأن كل ما عرفنا نكتشف الموضوع بدري، كل ما المريض هيبقى فرصته أعلى في الشفاء، وممكن اللي يشفي بنسبة 100%. صح. بس كل ده بيعتمد ان احنا يعني هنكلم امتى الاسعاف، هنكلم امتى المستشفى او الدكتور، والعيان هيوصل كمان امتى المستشفى. كل دقيقه بتفرق، كل دقيقه من ساعه ما بيخش المستشفى بتفرق. عشان كده بيبقى ليه زي تيم مخصوص، تيم الجلطات الدماغيه، ووحدات متخصصه جوه الوحدات جوه المستشفيات اسمها وحدات السكته الدماغيه او وحده السكته الدماغيه، عشان نقدر بسرعه يبقى كل الناس حافظه هي تعمل ايه، 1 2 3، بحيث ان احنا فعلا ندي للمريض فرصته على قد ما نقدر، ان هو لو كان في فرصه ان احنا ندوب الجلطه او العيان يعني الجلطه تدوب تماما ما يكونش ليها اي اثر في المستقبل، ياخد فرصته بشكل كامل. دكتور شريف، عندما تحدثت عن اللزوجه في الدم، لا ادري لماذا تبادر الى ذهني اهميه شرب الماء. هل ربما احيانا اشخاص لا يشربون الكثير من الماء قد يزيدون من نسبه حصول هذا الامر معهم؟ كتير كتير. احنا بننبه على العيانين سواء اللي عندهم كان عندهم جلطات قبل كده، او سواء حتى الناس اللي في السن الصغير، مش لازم السن الكبير، او اللي عندهم ضغط وسكر. السوائل مهمه 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 جدا، بالذات في الاجواء الحاره مهم قوي ان انت تشرب سوائل حتى لو انت مش عطشان. يعني مش فكره ان انا ما عطش اشرب سوائل، لا، فكرة مش كده خالص. فكرة لازم ابقى حاطط في دماغي ان انا ليا كميه سوائل معينه ثابته في اليوم بشربها. نعم. ميه، بشربها شوربه، بشربها عصير، ايا كان، بس لازم تخش جسمي سوائل. والعيانين نفسهم بقى اللي بيجي لهم جلطات، احنا بنفهمهم ان السوائل، شرب السوائل الكتيره ده جزء من العلاج، يعني اكنه بالظبط بياخد حبايه اسبرين بس بياخد سوائل وبياخد حاجات طبيعيه. نعم. السوائل مهمه جدا طبعا، يعني لا غنى عنها. نتمنى السلامة للجميع، ونشكرك دكتور شريف الكندي، حضرتك طبيب أعصاب، على كل هذه النصائح.